جلسة إفريقي. دكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة منورنا يا دكتور. نورك نورك أستاذ يوسف، أهلا وسهلا بيك. أنا سعيد. الأستاذ شادي رفعت أحد رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة وأحد المصدرين الشبان في مصر. آخر مرة تقابلنا كان شادي بيصدر لأمريكا، وأنا بتكلم معاه قال لي ودلوقتي بصدر لأوروبا عقبال إفريقيا بإذن الله. بإذن الله. ازيك يا شادي، عامل ايه؟ كله تمام؟ طيب هبدأ الأول بدكتور يسري، انطلاقا من الحديث اللي كنا بنتكلم فيه لسه حالا قبل ما نبدأ الفقرة، وقلت لي الرئيس عمل اللي عليه، اللي فاضل حكومات تتكلم مع بعضها ورجال أعمال ومستثمرين يتكلموا مع بعضهم. بس قلت لي حاجة لطيفة قوي، احنا عاوزين التوسع الأفقي بلاش الرأسي، فهمني دي أكتر. أستاذ يوسف، أولا خليني أقول لك وأنا كمصري أنا فخور أن ما يحدث الآن لمصر في التوجه الأفريقي هو توجه حقيقي على الأرض. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجسد علاقات جيدة جدا على كل الخيوط ويرسم خيوط جيدة في القارة الأفريقية. النهاردة في زيارة لأنجولا وزيارة لموزمبيق وزيارة لزامبيا، وده في الجنوب الأفريقي. خليني أشرح الفرق بين الأفريقيا السب صحاري، أفريقيا جنوب الصحراء، وافريقيا العرب شمال افريقيا، واللي هو بيقطع شوط طويل جدا علشان يثبت ويؤكد في العلاقات الدبلوماسيه والاقتصاديه، والملف الاقتصادي ده مهم جدا، ان احنا جاهزين لافريقيا جنوب الصحراء. احنا بنصدر لافريقيا بما يعادل 5 مليار دولار. افريقيا بتستورد من جميع انحاء العالم ب 650 مليار دولار عام 22، يعني ما جبناش 1%. لما شفنا ال 5 مليار لقينا دول الجوار والشمال افريقيا، يعني ليبيا والسودان، ما رحناش الصب صحاري. ما رحناش، يعني النهارده مثلا زامبيا وانجولا وموزمبيق عاملين معاهم ما يقرب من ربع مليار دولار، 250 مليون، وده رقم بالنسبه لحجم استيراد هذه الدول يعتبر زهيد جدا، وحجم العلاقات اللي احنا بنجريها زهيد جدا، محتاج المضاعفه. يعني هنتكلم مثلا على دايما بنقيس في افريقيا ايه؟ عشان نشتغل صح كقطاع خاص وكقطاع حكومي خلف القياده السياسيه. بنقيس مؤشرات دول التنافس اللي بتنافسك في الصدارات زي تركيا والصين وامريكا والامارات مثلا، دوله عندها منظومه تجاره دوليه، وبنشوف قد ايه الناس دي بتاخد شريحه كبيره جدا من فاتوره الاستيراد اللي بتستوردها القاره الافريقيه في السلع الغير نفطيه. عشان كده اللي مصر قطعته واكده السيد الرئيس عندما كان رئيس الاتحاد الافريقي 19 فبراير 19 لمارس 20، وكل ما يفعله من اجل ان يؤكد للظهير اللي هو المجتمع المدني ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص والحكومات أن أفريقيا هي الظهير والسند القوي في عز الأزمات. النهاردة التوجه العالمي في مشاكل كبيرة جدا في الاقتصاد، والفرصة الأساسية الثانحة الوحيدة في الأمن الغذائي في أفريقيا طبعا، لحوم في أفريقيا، سلع أساسية موجودة في أفريقيا، ذرة صفراء وذرة بيضاء موجودة في أفريقيا، أقطان حاليا موجودة في أفريقيا، وتوجو وبنين بينتجوا، بوركينا فاسو بينتجوا أقطان بشكل غير صحيح. طبيعي. إذن في ملف النهاردة عايزين نتكلم مثلا على سبيل المثال عشان المشاهد الكريم، موزمبيق. موزمبيق واخدة السنة اللي فاتت أكبر مشروع غاز واستخراج غاز في القارة الأفريقية ب 400 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتنمية. احنا عاملين تجربه في استخراج الغاز، ظهر وايني والاخر، ففي كلام على مشاريع الطاقه في موزمبيق. موزمبيق يعني ايه؟ يعني دول الجوار. موزمبيق دوله ساحليه، خلي بالك افريقيا كمان فيها 38 دوله ساحليه وباقي الدول حبيسه، ودايما عشان نفكر بنفكر فين الدول الحبيسه اللي تمركز فيها ونشتغل فيها اقتصاد واستثمار كمجتمع مال وعمال، وفين الدول الساحليه اللي تخدم علينا. عشان كده احنا لازم نشتغل باستراتيجيات في العمق الافريقي وبشكل طبعا جيد. احنا محتاجين نودي، يعني انا سعيد قوي النهارده بالضيف الجميل الاستاذ شادي معانا، لانه احنا محتاجين رواد الاعمال واصحاب المشاريع المتوسطه يخشوا التدخل الافقي جوه القاره في شجاعه الدخول. احنا محتاجين جوه مصر نستعد كمصدرين لتوسيع قاعه المصدرين. وهنا خلينا المطلق حاجه مهمه جدا، الاقتصادات بتبنى في العالم بتاعت حاجات اساسيه لازم يبقى في برنسبلز او مسلمات. توسيع قاعه المصدرين، توسيع قاعدة الخاضعين للضرائب، مش زاد أعباء على الخاضعين، يعني مش اللي تعرفهم تزود عليهم أعباء، لا، زود قاعدة الغير القاعدة الضريبية. ثلاثة، زود قاعدة دعم المستثمر الصغير، خلي كل المستثمرين الصغار وسعهم عشان المستثمرين الكبار في المستقبل. الثلاث حاجات دول يوصلوك مباشرة إلى اقتصاد ثابت. طب دعم المستثمر الصغير دي مهمة جدا، وده اللي هيخليني هاخدها واروح بيها للأستاذ شادي رفعت. دعم المستثمر ودعم المصدر،
انتوا كمستثمرين صغيرين او مصدرين شبان عايزين ايه؟ انا بالنسبه لي عايز يعني عايز قنوات امنه. يعني انا عندي بضاعه، عندي شغل، وعندي شغل حلو بيتصدر في اماكن كويسه، تمام. عايز اوصل مثلا في افريقيا، تمام، لناس امان. امان ازاي؟ اعرف انا اللي اعرفه مثلا افريقيا فيها اضطرابات كتير، فيها مشاكل كتير، مش زي مثلا الامن عندهم مش قوي زي عندنا. انا عايز اوصل مثلا ان انا اعرف اصدر الحاجات بتاعتي. عايز قواعد بيانات للمستوردين الافارقه اللي هي قواعد امنه، ان انا ابقى عارف ان انا هوصل بضاعتي لحد الدوله الفلانيه بامان تام، ما يحصلش اي مشكله، وفي نفس الوقت انت عاوز بقى نظام مصرفي يضمن لك فلوسك. بس لكن لو الحاجه دي موجوده او متاحه، انا ليا شهرين قاعد بدور في الكلام ده كله ونجحت، ووصلت لكونتاكت في جنوب افريقيا، ووصلت لكونتاكت في اوغندا، وعملت شويه شغل في حاجات زي كده، تمام. لكن طب انا سعيد يعني مره جت صدفه، مره جت بمعرفه، مره طب ما في ناس بعيد قوي، في ناس طب في الصعيد عندهم مصانع حلوه قوي، مصانع حلوه جدا وشغلها خلاص، احنا السوق المصري اكتظ خلاص ما بقيش فيه، وعندنا افريقيا دي احنا تاني اقوى اقتصاد في القاره كلها. طب احنا ليه بقى احنا ما ندخلش احنا مثلا على شرق افريقيا ده؟ شرق افريقيا ده زي كينيا كده، وادخل على الاربع دول اللي جنبيها. بس مين اللي يوصل؟ مين حلقه الوصل اللي توصل الناس دي بالناس دي؟ لكن لو على البضاعه، وسامحني لو بتتكلم في التنافس، فانا متاكد ان احنا بضاعتنا ارخص من الصين. انا بقول لك كلمه انا التزم بيها، انا اعرف اجيب انا بضاعتي، يعني اعرف ان ادخلها ارخص من الصين. المنتج المصري ينافس التسعير الصيني، ينافس التسعير التركي. طيب السؤال الاهم بالنسبه لي، ما هو مش بس سعر، الجوده بتبقى حلوه جدا. هي مشكله الفرق بس في التنافس. انت عندك حاجات هنا مثلا صناعات غذائيه او حاجات هنا مش بتحتاج ان انت تستورد لها حاجات من بره، تبقى كلها مصري في مصر، كلها مصري بالكامل، او بيبقى فيها نسبه بسيطه. دي تعرف تنافس فيها اقوى من الصين ومن اي حد، لانه في بعض مكونات الانتاج تقصد في الصين او في دول اخرى بيضطر يستوردها، او تبقى مكلفه اكتر بالنسبه له. بتبقى مكلفه لما، والعكس صحيح. احنا هنا عندنا لو الحاجه بتيجي من بره مكلفه، الدولار والكلام زي كده، تمام، فبتضطر انت عشان تبقى بتكسب والحاجه تجيب همها وكلام زي كده، فبتضطر تعلي في السعر. بتضطر ترفع السعر. انا بس عندي تعقيب. طبعا. شوف استاذ شادي، انا خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. الصناعات الغذائيه تحديدا مجالك، افريقيا مستورده ب 52 مليار دولار السنه اللي فاتت، ورغم ان هم بلاد بتنتج حاصلات زراعيه، معنى ذلك ان هم ايه، بيفتقدوا النو هاو، عمليه ازاي يصنع. ولازم هقول نصايح دلوقتي مهمه جدا، ومش موجوده لا في الكتاب ولا موجوده في جوجل، تمام، موجوده على الارض. حلو. نتائج الارض بقى احنا اشتغلناه بالظبط. اول حاجه، لازم المصدر الصغير ده يبقى في مصر هنا عامل الواجب اللي عليه. ما هو مش كل الناس قطعت، انت وصلت اللي انت فيه لما صدرت من 3-4 سنين لامريكا وعرفت الطريق وكده. فاللي طالع دلوقتي لازم لا يجي يعرف خبرتك او يقعد جنبك يتعلمه، يا يجي لنا احنا في مجتمع المرء والاعمال نقدر نعلمه ونحط له. يعني مش هينفع يروح يصدر النهارده بدون موقع الكتروني بثلاث لغات. انت عندك افريقيا فيها 15 دوله في غرب افريقيا بيتكلموا لغه فرنسيه. مش هينفع يطلع يصدر هو لسه ما عندوش ايميل سيستم، ومش عارف يتعامل مع البنوك، ومش عارف يعني ايه خطاب اعتماد، ومش عارف يعني ايه ديسكريبنسيز وشروط، ومش عارف يعني كل الكلام ده. فلازم يحصل عندنا تدريب جيد جدا عملي على منظومة التجارة الدولية. حقيقة برضو عشان ندي كل الناس حقها، التمثيل التجاري المصري والدبلوماسية الرسمية المصرية ومثلا في سفراءنا اللي في افريقيا بيشتغلوا على اعلى مستوى في اخر 4 سنين، لان في توجه الدولة حقيقي في اتجاه القارة الافريقية. وبعض المجالس التصديرية بتدي دورات، واحنا كجمعيات ومنظمات تعمل، احنا الجمعيه الوحيده المتخصصه الديديكيتد في القاره الافريقيه في 53 دوله. فاول جزء لازم اعمل الواجب اللي عليا كمصدر صغير عشان اعرف كويس جدا اعد نفسي، واعد انا طالع ايه هي المنهجيه بتاعتي في مخاطبه المجتمع الافريقي.
القبع حول الصورة الذهنية القديمة ان مفيش امان ومش عارف في ايه وفي ايه، الكلام ده اتغير في اخر 10 سنين تغير جذري. واحنا بالنادي دايما، وانا قابلت الاستاذ يوسف كذا مره واتكلمت معاه في ان الاعلام يكون له دور معانا وينزل طبعًا بكاميراته وينزل يصور ونوريهم كيجاري عامله ازاي ونوريهم كذا ونوريهم كذا. أنا وهنعمل ده دكتور وهنعمل انا من زمان نفسي اطلع وهنعمل ده. الحاجه اللي انا عايز اقول لك عليها بقى والمهمه جدا كمان، في حاجه سمعت عن الانظمه القديمه بتاعه الايجار دي ينتهي بالتملك، احنا عايزين نشتغل معاهم منظومه جديده. ايه هي بقى؟ اللي هو التجاره تنتهي بالصناعه. عارف ليه التجارة تنتهي بالصناعة؟ عشان هو من حقه دلوقتي الأفريقي إنه يجذب برضه مصنع واستثمار لبرده زي ما إحنا بنجذب استثمار ومصنع. لكن لما أجي أقول لك يا شادي أنا هبيع لك بس وآخد منك دولار بس، أكيد هتقفل باب في وشي. طبعًا. لكن لو قلت لك بص أنا جاي لك أهو، أنا هدي مثال عشان السادة المشاهدين اللي بيسمعوا، أنا جاي لك كينيا وأنت راجل كينيا أهو، وأنا معايا منتج بطرمان مربى أو بطرمان وات إيفر، فبقول له بص أنا جاي أشاركك، أنا جاي أبقى شريكك، أنت تاجر أهو، تاجر زميلي، فهديك ده. لو بعنا منه في السوق والسوق بتاعك استوعب 10 20 30 حاويه، انا ممكن افكر اعمل معاك مصنع هنا وتعالى نمضي عقد على هذا الكلام. دولته هتستقبلك كويس وهتفتح لك الباب كويس، زي ما بعض الدول العالميه خدت 600 مليار. ما خدوهم ازاي؟ خدوه بهذه الاساليب. في ناس منهم خدت 240 و250 مليار سلع اوليه زي الصين وغيره راحوا صنعوها، وفي ناس بتشتغل معاهم بالانظمه دي. النهارده هم محتاجين افريقيا لما عملت ديمقراطيات وبدا يبقى فيه شباب اتعلم في امريكا وتعلم في انجلترا وتعلم في السنغال ورجع بيبني بلده زي ما احنا بنبني بلدنا، من حقه انه يبدا مصنع عنده. فانت وانت رايح تصدر له قول له انا جاي هنا عشان بعد 3 سنين هنعمل مصنع مع بعض. وده اللي الجاليه اللبنانيه عملت جزء كبير جدا منه في بعض المطاعم ومشاريع خدمات بس في القاره. بس هنا بقى انا يمكن هيبقى لي نقطه عايز اتكلم فيها، خصوصا احنا ذكرنا اللبنانيين في افريقيا. اللبنانيين في افريقيا مهاجرين طبعا، يعني هو ساب لبنان وراح قعد في افريقيا وفتح استثمار افريقي، هو ما صدرش من لبنان على افريقيا. اللي عايزه شادي يصححني لو انا غلطان بعد اذنك، انا عايز اصدر، مش ان انا هروح هطلع على كينيا افضل قاعد هناك او افريقيا الوسطى وافضل قاعد هناك، لا انا عايز اصدر. دي نقطه. بس النقطه الثانيه كمان يا دكتور يسري وصححني يا شادي لو سمحت، انا متاكد انه اي مصدر بياخد بعضه أول حاجة بيعملها بيروح على التمثيل التجاري يقول يا جماعة أنا عايز أعمل 1 2 3 4. باعتباري موجود مجلس النواب أنا ما عنديش مكاتب تمثيل في 54 دولة طبعًا. أنا عندي تمثيل تقريباً حوالي 11 في أفريقيا 11، وده ما ظنوش كافي ولا هو كافي بالنسبة لكم يا شادي؟ يعني في 11 مش كافي. طيب لما 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 انت قلت جملة مهمة جدا، قلت انا قعدت بعافر علشان اقدر اوصل حد في جنوب افريقيا، مش عارف اوصل لحد هنا. السؤال بقى، انت مش عاوز يعني كلنا مستعدين نعافر ونبذل جهد، بس علشان اقلل من عليك المعافرة انت عايز ايه مثلا من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية؟ عايز ايه من مثلا مجتمع رجال الاعمال اللي هو زي الدكتور يسري ومجموعة المستثمرين القدام اللي دخلوا افريقيا من بدري؟ انت عاوز تروح تسأل على ايه فتجد قدامك انبوت ايه؟ انا عايز حاجتين. اتفضل. هما طريقين. طريق منهم اللي هو التصدير بس، اللي هو مثلا عن طريق جمعية دكتور يسري او عن طريق وزارة التجارة والصناعة يوصلونا بلينكات. يعني هو دكتور يسري قال كلمة حلوة، قال لازم في حاجات مثلا ايميل وحاجات شوية حاجات كده لازم مثلاً تبقى موجودة، بس الحاجات دي في اعتقادي الشخصي بسيطة يعني مش طبعا يعني طبعا تمام. فالحاجات دي اول ما تتوجد تمام يبقى اعرف الاقي الفرصة ان انا اعرف اصدر. ده الطريق اللي انا شايفه شوية سهل. انا علشان انا هحاول، انا عارف ان انت راجل مش بتاع تلفزيونات قوي، فانا هحاول اقف معاك حبتين دكتور يسري لان هو قديم في الموضوع وبخبرته وبوجوده وما الى ذلك، فعارف يعني ما عندوش القلق بتاع الكاميرا ده، بالعكس يعني يقعد مكاننا ويقوم بالبرنامج كله. بص يا شادي، انا لو احط نفسي مكانك انا هبقى عاوز مثلا يا جماعه انا عايز اصدر كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن تقولوا لي حجم استيعاب السوق في كينيا وفي انجولا وفي موزمبيق وفي اوغندا وفي تنزانيا وفي الصومال وفي جيبوتي، قولوا لي والله ادي انا دي البضاعه بتاعتي، قولوا لي حجم استيعاب السوق قد ايه. ده واحد.
تمام. اتنين قولوا لي يا جماعه انا بفكر بصوت عالي، انا ما صدرتش اي حاجه في حياتي قبل كده، فغالبا صدرت نفسي بس في شغلانتي ليس ال انه يا جماعه مثلا قولوا لي معدلات الاسعار بتاعه نفس المنتجات المنافسه ليا من المصنعات بتاعه الدول اللي بتنافسني، زي ما انتوا ذكرتوا حضراتكم قلتوا اكبر المنافسين بيبقى تركيا الامارات الصين امريكا الى اخره، فانا عايز اعرف المنافسه السعريه قد ايه في نفس ذات المنتج بنفس ذات الجوده ومعاييرها. انا عايز اعرف والله اذا كان الدوله دي فيها نظام مصرفي عن طريقه اقدر اعمل السيز. انا عايز اروح لبنك ضمان الصادرات والبنك الافريقي اشوف هيقدر يقدم لي ايه في ديو ديليجنس على الشركات اللي هتستورد مني. ما هو كل كلام حضرتك تمام، هما بيبقوا في يعني انا من وجهه نظري هما طريقين. هو حضرتك اللي بتقوله ده عباره عن معلومات. أيوة. هاخدها من مكاتب التمثيل، هاخدها مثلا من جمعيه دكتور الجمعيه. ماشي تمام. المعلومات دي، طب بعد المعلومات انا خدت المعلومات حلو، خدت المعلومات في مثلا واحد اتنين في في مستوردين هناك، في 10 مستوردين هناك، اه تمام، مين بقى هيوصلني بيهم؟ دي اول حاجه، عرفنا الاسعار وعرفنا كل حاجه وعرفنا ان احنا السلع بتاعتنا بتعرف تنافس، مين هيوصلني بيهم؟ طيب ده انا شايفه الطريق يعني انا من وجهه نظري انا بقى الدكتور يوسف في حاجه انا شايفه ده الطريق اللي ايه السهل. في الطريق ايه سهل، في طريق بقى الاصعب، الاصعب والاحسن، وهو التواجد هناك. طبعا انك تروح هناك، تروح هناك تتواجد يعني ايه؟ تفتح مكتب هناك، هقول لحضرتك بقى يعني ممثل عن شركتك. بص الحاجه الصعبه دايما هي الحاجه الاكثر ربحيه من وجهه نظري يعني. الحاجه الصعبه الحقيقه الحاجه الاكثر ربحيه دايما في اي حاجه، دايما انا بحب الحاجه في حياتي عامه، الحاجه الصعبه في الشغل اشوف الحاجه اللي بتخسر واروح اخدها يا دي وكسبها. اللي بتخسر اللي بتخسر واخدها واكسبها. ريسك تيكر. ريسك تيكر. هو بس في حاجه بسيطه جدا. اولا بص لو كاميرا موجوده تخش عليا، انا معايا الرئيس النهارده سياده الرئيس في موزمبيق وفي انجولا. احنا معانا مذكره معلومات اهي فيها حضرتك تقدر تعرف منها كجمعيه انه العمله ايه ودخول وخروج الاموال ازاي وازاي تاسس الشركه ازاي وعدد التعليم ونسبه التعليم واسماء الجامعات واشهر الفنادق واسماء المستوردين. معلومات احنا جايبينها بمنتهى الدقه مع الارض في 53 دوله. لكن خلينا اكد بس على معلومه مهمه جدا. هذه المعلومات هي جزء من الحوار. الحوار لازم يكون منظومه تجاره دوليه عند الشخص الاول. لازم يكون انا كمصدر صغير عندي شجاعه الخروج وانا راجل ماركت اورينتد مش جيناتيك سيلز، مش عايز اجيب حق المشوار. لازم تكون شنطتي جاهزه وراكب في الطياره ونازل كينيا زي ما كل دول العالم عملت 600 مليار. احنا لازم نعمل التمثيل التجاري كتر الف خيرهم والدبلوماسيه الرسميه ادوني الداتا والجمعيه ادتني الداتا. انا منتجي يبقى جاهز، شنطتي جاهز، عندي ميزانيه حاططها للتصدير. مش كل واحد قاعد معلش مع بعض الاخوه مستني حد يطلع له الدرج ويديله اوردر، محدش بيدي اوردرات لحد في العالم. لكن احنا ينقصنا شجاعه الخروج لدى المصدر الصغير وتسمح له الدوله وتدعمه. الخروج ده يبقى كده يعني مثلا ياخد بعضه ويطلع على كينيا، ولا اخد بعضي واروح على جمعيه الاعمال المصريين الافارقه يا جماعه انتوا مسافرين امتى كينيا؟ تمام. انا عايز ابقى موجود معاكم. جميل صح كده ولا بالظبط كده؟ عندنا كمان احنا في 19 دوله حاليا 19 مكتب بيمثلنا غير التمثيل التجاري. احنا عملنا لنفسنا قناه تساعد التمثيل التجاري. وبالتالي هيجي الاستاذ شادي نقول له هتروح في كينيا واحد اسمه فلان الفلاني ده كيني واحنا واخدينه وعاملين معاه اجريمنت وهو ممثل للجمعيه وهو بيتصل مع الجهات الحكوميه برضه هناك من بلده. هتقابله هيقول لك ادي الخدمات اللي هيقدمها لك، خدمه هيجيب لك 10 من القطاع بتاعك وتقعد انت معاهم وتكمل في 19 دوله افريقيه وهنكمل 53 في خطه ممنهجه. احنا جبنا الاسبوع اللي فات عندي رواندا هنا في مصر. 112 شركه مصريه قابلوا 14 شركه رواندية في حضور السفير الرواندي والمنحه التجاري وجايبين معاهم شاي وقهوه وافوجيتو واناناس. ومن عندنا عايزين مواد بناء وعايزين اجهزه كهربائيه وعايزين معدات وادوات زراعيه وعايزين اسمده. وقعدوا الناس بعد ما الار دي بي اللي هي هيئه التخطيط وتنميه رواندا عرضت العرض بتاعها للفرص الاستثماريه وقعدوا لقاءات ثنائيه. اذا مره بتجي لك المعلومه من مذكره معلومات وبتجي لك من لقاء ثنائي وبتجي لك من زياره اذا اللي عايز يشتغل هو اللي لازم. شوف انا شخصيا انا اتكلم عن تجربتي، انا لا انتظر، انا اتمنى وادعم الحكومات ولا انتظر دعم الحكومات.
عشان نبقى يعني واضحين، عشان ما نقعدش نعلق الجرس. حركه الاستثمار اسرع بكتير من قطاع خاص اسرع بالظبط. هو راجل كتر خير ولو قابلني في المطار واداني ورقتين او تعرفنا سياده السفير مشكورا، لكن هو عنده مهام جسام، هو بيشتغل على ملف سياسي وملف دبلوماسي وملف اقتصادي وملف امني وامن سلمي واتحاد افريقي. لازم ابقى انا كمان كرجل اعمال مستوعب انا بتعامل مع مين وحجم التبعات عليها قد ايه. على فكره كمان لازم نعرف ظروف بلدنا اللي خارجه في عمليه بناء جديد في جمهوريه جديده، يعني هو مش هيقدر يعمل لي 10 موظفين في المنحنيات التجاريه، مش هيقدر يعمل لي في كل الدوله جديد. انا نفسي في كده وانت نفسك في كده، لكن احنا من فلوسنا ومن شغلنا كرجال اعمال نقدر نعمل ده صح. عشان نبني الجسر بتاعنا. هو ده اللي اقصده، هو اللي عايز ينجح من وجهه نظري في موضوع التصدير بالذات، اولا لازم يبقى متواجد، يركب الطياره ويروح طبعا، يروح طبعًا. على معرفه، يروح المهم يروح على ما يروحش مع نفسه يعني اي مش هيروح كده يعني التواجد هناك. تاني حاجه التبادل التجاري اللي قالها، ما ينفعش انا يعني انا درست شويه في الشان الافريقي على قد يعني، لقيت ان كتير من الدول مثلا بتتضايق مثلا من مصر مثلا ان الصادرات المصريه مثلا كتيره مثلا في الدوله كتير كتير كتير، وهم الحاجه طبعًا. اللي بتدخل مصر مثلا ما تعديش ال 12 مليون دولار مثلا طب انا بقى لما اروح انا اعمل ايه؟ انا استفاد مثلا الحاجه اللي يعني مثلا احنا عندنا مشكله في اللحمه ادور على اللحمه واعمل التبادل. عندنا مشكله مثلا احنا شعب بنحب تبادلي يوسف اودي كذا واخد بنحب الشاي ادور على الشاي. انت بتجيب 12 مليون طن او 13 مليون طن ذره صفراء من امريكا الجنوبيه ارض افريقيا تقدر تزرع ذره صفراء وتقدر. بص يا فندم انا ليه قلت نعمل بره مره مصنع ومره مزرعه ومره كده؟ المركب لو رايحه جايه محمله تكلفه النقل تقل 50% طبعا، وانت كده كده عندك فاتوره استيراد من جميع انحاء العالم. الصنف اللي تلاقيه في افريقيا عشان نشتغل افريقيا من افريقيا لافريقيا اجيبه من افريقيا، وفي نفس الوقت انا بحسسه ان انا بنفعك عشان تنفعني، ان هو مبقاش الافريقي الحديث صح. النهارده لما اخش عليه اقول له انا جاي انا رايح ابيع له، بس ابدا الحوار بايه؟ انا جاي عندك عندك ايه خامه اقدر اشتري؟ عندك خشب بالزبط. عندك نحاس، عندك المونيوم، عندك كذا، انا اقدر اخد ده. هنا المفهوم هيختلف تماما في لغه الحوار الجديد، في علاقه متكافئه وبالتالي اقدر اعمل صفقات متكافئه. والافريقي بقى بالامانه من انا نزلت شغل على الارض كتير جدا، حتى في نيجيريا انا واقف حاكم احدى الولايات قال انا اسمي ناصر، مسميني على اسم عبد الناصر. احنا لينا رصيد ولينا تراث ولينا اسم يتلمع بس هيبرق معاك. هيبرق. تضرب المثل اقول لهم يعني نكروما سمى ابنه جمال طبعا على اسم جمال عبد الناصر، وجمال نكرومه موجود معانا في الاهرام يعني. لا وسياده الرئيس عامل شغل هناك مخلي يعني احنا عندنا عامل شغل اقتصادي. احنا عندنا انا مضطر اقول لكم لقد داهمنا الوقت، وانا الحقيقه كنت بتلكك علشان اشوف دكتور يوسف. ربنا يخليك، ربنا يكرمك، ربنا يخليك. وكمان علشان يبقى في معانا حد زي شادي ويتكلم باريحيته دي على قبل ما تقفل بس انا عايز شادي هاخده معايا ويجي لك هنا بعد 6 شهور لمراجعه عمل ايه في افريقيا. ده بروتوتايب نقدمه للجمهور. هتروح خلاص على الهوا ونيجي بقى على الهوا نقول لك ده صدر بتاع بعد كده تقول بتاع انا بقولها انا معايا لغايه انا يعني القدره اللي عندي انا ممكن لغايه 50 كونتينر في الشهر. بلاش توكل على الله. سيريا نورماندي. فاحنا كده هنقسم مع حضراتكم بقى البرنامج ليه نسبه فيها هزار دي. انا مش اقل من 15 كيلو كمان. نورتنا يا دكتور سعيد، نورتنا وشرفتنا. بس هتقعدوا في افريقيا. اللي انا هعمله بقى بجد ان انا هاجي معاك وعلى رواندا، لان انا بقالي على الاقل مثلا دلوقتي 11 سنه نفسي اشوف رواندا، لان انا شفت كيجالي وهي بتتبني عن طريق افلام وثائقيه. انا بعمل برنامج اسمه فيزيت رواندا، بروجرام 1 ويك مع سفير الرواندي. ماشي. تطلع معانا بكاميراتك ونوري المصريين كيجالي والفرص اللي موجوده فيه، عشان هم بيساعدوا. عايز اقول لك لما بنشوف العاصمه الاداريه وبنشوف المنطقه الصناعيه في منطقه اقتصاديه في قناه السويس ايه اللي بيحصل. لا انا هاخد ابني. ابني معايا لازم اخده معايا واديه رواندا. والله بجد لان هي بلد حلوه جدا. دكتور يسري نورتنا وشرفتنا. الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه، نورت وشرفت. استاذ شادي رفعت احد رواد الاعمال والمشروعات الصغيره وهيبقى احد كبار المصدرين لافريقيا في يوم من الايام، بس تسمع كلام دكتور يسري. كل الشكر ليك يا شادي، الف الف شكر. طيب انا هستاذنكم هنطلع فاصل، وبعد الفاصل فنان ونحات مصري اسمه جورج ألبرت. جورج ده عامل تماثيل
ومنحوتات تقلب الدنيا. اجيب لك من الاخر كده، انا من الناس اللي تحب الفنون التشكيليه جدا، وتعلمت ده من ابويا. فاقدر اقول لك انه الشغل بتاع جورج انا ما شفتوش على الاقل بقالي 20-25 سنه. اه والله العظيم النسب بتاعته، شكل المنحوتات، دقتها، فلسفه المنحوته نفسها، ودي حاجه مهمه. استنونا بعد الفاصل، وجورج ألبرت ولد زي الفل.